شهد الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية الاحتفال الذي نظمته الوزارة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك بحضور معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وسعادة وزير شؤون الشباب والرياضة وسعادة رئيس الأمن العام ومعالي محافظ محافظة العاصمة وعدد من المسؤولين والمشاركين في مؤتمر وسائل الإعلام بين الواقع والتطلعات في الوقاية من المخدرات، والذي اختتم أعماله اليوم. وبهذه المناسبة أعرب معالي وزير الداخلية عن شكره وتقديره لكافة الجهات المشاركة في الجهود الوطنية المخلصة لمكافحة المخدرات، مشيدا بما تقوم به إدارة مكافحة المخدرات بشكل مستمر ونجاحها الواضح في تأدية رسالتها ومهمتها في مكافحة المخدرات على مدار العام. كما أعرب معالي الوزير عن تقديره لما تضمنه المؤتمر من أوراق عمل عديدة قدمها خبراء وإعلاميون، منوها إلى أن للإعلام دورا رئيسيا في مكافحة المخدرات، ويجب أن يكون هناك تواصل وتفاهم مع كافة وسائل الإعلام في إطار مكافحة المخدرات. وأشار إلى أن وقاية المجتمع من خطر المخدرات مسألة ليست سهلة، بل تعتبر تحديا في مجال مكافحة المخدرات، والدول تجتهد في مجال الحماية والوقاية، فالمخدرات مشكلة عامة، مضيفا أن البحرين مجتمع واحد وصغير، وبإمكاننا العمل معا لتأدية رسالتنا وحماية فئة الشباب من خطر المخدرات. وقال معالي الوزير إن التوصيات التي خرج بها المؤتمر ستكون على جدول أعمال الاجتماع المقبل للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، حيث يتطلب الأمر منا جميعا العمل بشكل مشترك لمكافحة المخدرات، لكن ذلك لا يتحقق إلا من خلال وجود الوعي الشامل بخطورة المخدرات على نمو المجتمعات، مضيفا أنه لا يمكن تحقيق طموحاتنا وأهدافنا المستقبلية إلا من خلال مجتمعات نقية صافية. وشدد معالي الوزير على الاستمرار في مكافحة هذا التحدي وتأدية رسالتنا، فهذا المجتمع أمانة، ونواجه هذا الخطر الرئيسي بشكل مشترك، ومن يخالف القانون يحاسب بأشد عقوبة في القانون، ومن المهم خلق قناعة لدى الشباب بالامتناع، وأن تكون لديهم الإرادة بقول لا للمخدرات، مخاطبا الحضور: نعمل لأجلكم، لكن لا يمكننا تحقيق هذا الأمر إلا من خلالكم، فنحن بحاجة للعمل سويا في مواجهة هذا الخطر. من جهته أكد العميد عبد العزيز معيوف الرميحي مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر أن التنظيم ينبع من القناعة بأهمية دور وسائل الإعلام المختلفة في تغيير السلوك الإنساني والثقافات والمعرفة والقيم عن طريق المناقشة والإقناع، فضلا عن أن هدف التوعية الإعلامية يكمن في خلق مشاركة فعالة للأفراد والجماعات والمجتمع في برامج الوقاية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة. من جهته ألقى القاضي الدكتور حاتم فؤاد علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي كلمة أعرب فيها عن تقدير الأمم المتحدة للجهود الوطنية المبذولة في مجال مكافحة المخدرات، والتي من بينها هذا المؤتمر، والذي يمثل منصة للحوار وتبادل الرؤى والسياسات والاستراتيجيات حول تهديدات ومخاطر آفة المخدرات غير المشروعة، ويناقش سبل الوقاية منها. وتم خلال الحفل استعراض توصيات مؤتمر وسائل الإعلام بين الواقع والتطلعات في الوقاية من المخدرات، ومن بينها بناء استراتيجية إعلامية جديدة تواكب المتغيرات المتسارعة في وسائل الإعلام التقليدية والحديثة، لا سيما وسائل التواصل الاجتماعي المستحدثة والأكثر انتشارا وتأثيرا بين الشباب وأفراد المجتمع، بهدف نشر الثقافة التوعوية الرافضة لتعاطي المخدرات. وفي ختام الاحتفال تفضل معالي وزير الداخلية بتكريم أعضاء اللجنة العليا للمؤتمر والرعاة والمتحدثين ورؤساء الجلسات وفرق العمل المشاركة في المؤتمر والمتميزين من إدارة مكافحة المخدرات، مشيدا بجهودهم في إنجاح المؤتمر ومتمنيا للجميع التوفيق والسداد في خدمة الوطن.